احنا امننا اولادنا بشكل كبير جدا، متابعين كل التفاصيل صغيره وكبيره. يعني احنا اطمننا وبنطمن يعني كل الناس، وفي نفس الوقت هننتظر برضو نتيجه المسحه النهائيه حتى لو في وقت يعني متاخر. دي هتدينا دلاله بس احنا فين، يعني ايه اللي ممكن يكون وايه مش هيكون. لكن احنا يعني امننا الدنيا بتعليمات كمان يعني الحقيقه دولة رئيس الوزراء ووزير معالي وزير الطيران وتنسيقا مع وزير الشباب والرياضه ان بكره تكون الطياره موجوده. حتى لو الاعداد نتيجه ست الوزير طلعت سلبيه للكل او يعني عدد اخر ده بحيث ده بص يامن حضرتك الماتش احنا الجاي. بنامن نفسنا واولادنا، لان اولويه صحه اولادنا هي الاساس اللي بنتحرك فيه كلهم. نعم. وزي ما حصل الدوله المصريه والحكومه المصريه في بدايه الجائحه، وهان الدولة المصرية بدأت أو أول الدول اللي جابت ولادها بشكل سريع جدا. صح. يعني بقى في سيستم موجود طبق، وحضرتك يعني أشدت وكل الإعلام طبعا. أشاد، فالسيستم موجود، ولادنا الأول إحنا يعني ودول منتخب مصر. وعلى فكرة المنتخب ده يعني جامد جدا، أنا يعني بتكلم وأنا يعني ليه ومقفول عليه وبقاله فترة طويلة تجمعهم يعني، وما شاء الله عليهم انماط جسميه حاجه طب يعني ليه ما انا شاء الله. بحرمه انه يلعب الماتش الجاي يوم الجمعه بص وممكن حضرتك احنا مع وربنا كل يكرم الاحتمالات، ويصعدوا كمان لانه املهم مع يعني كل واحنا الاحتمالات نشجعهم. بص يا استاذ احمد، احنا مع كل الاحتمالات امننا الدنيا في طياره، وكل الاحتمالات قائمه، يعني كل الاحتمالات قائمه وامننا الدنيا. لكن لازم يعني، علشان يعني هو الدوله المصريه ليه تفكيرها غير تقليدي وغير يعني زي زمان، لا لان بنأمن على طول ولادنا، خدنا اجراءاتنا، درسنا الازمه من بالليل امبارح، حتى التعليقات والسوشيال والاخره احنا موجودين معاها للاخر. لكن التواصل لحظي مع معالي السفير هناك، الدكتور جمال موجود، خد الفرقه وراح، يعني حتى واحنا عارفين اللائحه والاتحاد الافريقي بعت، وده دور كمان يعني تواصل ما بين الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي في اللوائح وتطبيقها والى اخره. لكن في دور الدوله اللي موجود اللي بيمثله كقطاع يعني لازم يتعمل، وكما عهدنا بمنتهى القوه ومنتهى السرعه. يعني القرار مهما كان القرار سليم، لو توقيته مش سليم مش سليم. يعني بس عشان اقول، طب هل ايه التفاصيل؟ هل فعلا انه رئيس البعثه راح متاخر او ما كانش فيه رئيس بعثه اصلا وراح بعد امبارح ما تم التنسيق، وحضرتك قلت معانا في المداخله وصل النهارده دكتور جمال وبالتالي كان لازم يبقى في حد موجود مدير اداري، ما راحش كان المفروض يبقى فيه مدير اداري بديل، ايه اللي حصل في هذا الملف وهل حضرتك شكلت دي تحقيق كلها او تفاصيل؟ بص دي كلها تفاصيل هتبقى موجوده من خلال اتحاد الكوره، لكن انا بعالج الازمه دلوقتي. نعم. دي كلها تفاصيل اكيد يعني هنعرف التفاصيل كلها، لكن بتجرى العاده عاده يعني تكون المدير الفني رئيس البعثه في معظم المنتخبات، يعني بيكون المدير الفني احيانا يعني. فيعني الاسباب وما الاسباب والكلام ده كله انا في ايدينا حاجه دلوقتي، ان احنا ندير الازمه ازاي. المنتخب اللي موجود ده يعني حاجه تفرح، زي المنتخب الاولمبي ما شاء الله، يعني اجيال طالعه يعني كبيره. الظروف حصلت خلاص، ما حدش متوقع ان نص الفرقه تتضرب بالشكل ده. يعني احنا كلنا يعني فوجئنا بالسوشيال ميديا مع استغاثه او حاجه من هنا مش من هناك، الاستغاثه كانت من هنا. فطبعا التدخل كان اون تايم فوري ما بين كل الاطراف اللي احنا اتكلمنا فيها. لكن انا باكد تاني اهو، شكر وتقدير لمعالي السفير اياد فهمي، جهد كبير بتفاصيل كمان السلطات التونسيه. احنا المنظومه الحمد لله ادت على اعلى مستوى، متابعين كل التفاصيل، وهم من شويه كانوا بيتعشوا الولاد ومعاهم برضو يعني البعثه والاداره، واحنا منتظرين بس النتيجه الاخيره ايه الشكل والمضمون. ولو يعني اقتراح من اتحاد الكوره ان الطياره اللي تروح هيروح فيها 2 من اللاعبين اللي هم كانوا في الليسته يعني موجودين، اهلا وسهلا، كل الاحتمالات. عرفنا كمان انه النهارده عرفنا انه ابن حضرتك كمان ضمن المنتخب، طمنت موجود عليه؟ منتخب كلم مصر. حضرتك اطمنت عليه؟ انا بطمن على كل اولادنا. نعم. انا بطمن على كل اولادنا زيه زي غيره، ده انا قلته بمنتهى الشفافيه. ايه المشكله؟
نعم يعني كل اولادنا هناك. انا لو انا بطمن عشان ابني بس يبقى في حاجه غلط. يعني لو اقول كوميكس بقى او تعليقات اهلا وسهلا، احنا ما بنجيبش حاجه من غير شفافيه. نعم. فبالتالي اهلا وسهلا كل بطل رياضي وابني بطل رياضي بفتخر بيه زي ما بفتخر بكل اولادنا كلهم. فبالتالي بنحض على انه يبقى فيه يعني مستويات رياضيه بشكل كبير جدا. ده لازم يبقى كل اولادنا كده. ويعني فخامه الرئيس دايما يقول الشاب المصري عايزينه افضل شاب في الدنيا، احنا عايزين افضل شبابنا افضل شباب في الدنيا. عشان كده حتى يعني احنا كلنا اعلاميا وكلنا كموجودين يعني ورا فريقنا، انا شفت فيديو بيتكلم منتهى الشفافيه كمان اهو، فيديو من الاولاد خلاني يعني اداني بطاريه 10 مرات مثلا حاجه، بيقول احنا هنلعب وموجودين والسليم فيه. عرضت انا من شويه.